وتاني وتالت ورابع. بشكر برزنتيشن، بشكر سيف الوزيري على المجهود الكبير جدا. سيف شخصية منظمة جدا، عامل أداء رائع في الجمهور. تفاصيل تفاصيل برضو انتوا جايبينهم كلهم على التليفون. طيب الأستاذ سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن واستادات. أستاذ سيف مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف، الأخبار؟ ألف مبروك. ربنا يخليك، وحشني جدا والله. وانت كمان الف الف مبروك. ولسه والله قبل ما اعرف ان انت على التليفون انا كنت بشيد بيك جدا، وبشيد بادائك، وبشيد بادائك في برزنتيشن وفي استادات وفي المشهد اللي انتوا عاملينه. فرحت الناس، اسعدت الناس، كانوا ليكوا دور كبير جدا مع المنتخب الوطني. ناس كتيره جدا طلعت، يعني ناس زي حالتنا كده غلابه عايزين نسافر، الناس بتسافر، جمهور بجد. الحقيقه اتنظمت مشهد رائع جدا، وليكوا دور كبير في المنتخب وصل له دلوقتي. يعني الصراحة احنا كنا في شركة برزنتيشن كنا مؤمنين من أول يوم بالصراحة إن احنا كنا لازم ندعم المنتخب، لأن كنا شايفين إن ظروف البطولة صعبة جدا، من سواء الملاعب والتنظيم، وزي ما شفنا طبعا في آخر مباراتين التحكيم. فكنا من أول يوم بصراحة يعني عايزين ندعم بأي شكل من الأشكال. فكنا قررنا إن احنا نطلع طيارات للجماهير الأول على أساس إن احنا نحاول إن احنا نكون جزء، يعني بنحاول نوصل صوت الجمهور بس ليهم هناك. والحمد لله ربنا كرمنا، وان كنا بنحلم ان احنا نوصل ليه اللي وصلنا له النهارده بعد الاداء الرجولي والمشرف اللي فعلا شفنا فيه المباراتين اللي فاتوا، ان هم فعلا يستاهلوا. ويمكن شفنا النهارده وبرده في المباراه اللي فاتت اخطاء تحكيميه كانت يعني كانت فجه جدا بصراحه، ولكن الحمد لله في الاخر يعني ربنا نصرنا بجهود رجاله. الحمد لله ظروف الماتش النهارده يعني كانت يعني في الاخر خالص كسبنا، يعني مش عايز كلها كانت ضدنا بس كسبنا الحمد لله في الاخر. اعلم جيدا ان الشغل او الشركات اللي انت ماسكها بتعتمد على منتج الكوره او منتج الرياضه بصفه عامه. النهارده منتج الكوره يتحول بشكل كبير، واعتقد ان هيبقى في اقبال تاريخي من الرعاه، لان الكوره صناعه، والكوره على فكره محتاجه الرعاه بشكل كبير. ولكن انا يعني على شغلي السنين اللي فاتوا معرفتي، مكسب المنتخب النهارده اكيد هو نقطه فاصله كمان في تاريخ الرعاه في كره القدم. اكد على كلامك فعلا كثير. هو يمكن كمان احنا اللي وصلنا له النهارده ده مش بس كمان يعني بس كوره، لا احنا النهارده الوضع اللي احنا فيه ده انا شايفه ان هو كمان دور وطني، بالاضافه طبعا الى صناعه الكوره. زي ما قلت لك ان احنا كنا مؤمنين من اول يوم، اللي طلعنا طياره تقريبا في كل المباريات اللي فاتت، ولكن يمكن كنت لسه في انت مع طارق، وكان بصراحه بنك سعيد كان داعم للرحله اللي فاتت، وقرر ان هو يدعم معانا في رحلتين، لان برزنتيشن قررت ان هي تطلع طياره، واللي كمان اضافت لي شركه المتحده للخدمات العالميه قررت ان هي تدعم المنتخب المره دي كمان، وهتشارك بطياره ثانيه بقدره حياه كريمه لاهلنا في الكوره والمتطوعين. تاني معلش سيف، انت معايا ولا قطع؟ انا معاك يا سيف. تمام. يعني الحقيقه انا برضو عندنا طموح واحلام كبيره جدا في المباراه اللي جايه. الاستاذ طارق الخولي دلوقتي قال ان هم ثلاث طيارات هو هيطلعهم، فانا متاكد ان انت بكره اكيد هيبقى في اجتماع، واكيد هتلم كل اللي عايز يستثمر في مجال كره القدم، واكيد هيبقى في خمس ست سبع طيارات هيكونوا موجودين. والله نتمنى ان شاء الله ان احنا بقول لك نوصل ل 20 طياره كمان، لكن هو اللي انا كنت بتكلم فيه ان الشركه المتحده للخدمات العالميه ان هي هتدعم كمان بطياره، هتدعم فيها المنتخب وهتشارك بالطياره دي لاسره حياه كريمه لاهلنا في القرى وكمان المتطوعين في المبادره. شيء الحقيقه رائع جدا جدا جدا، واعتقد ان اللي جاي لكره القدم مختلف تماما، واعتقد ان الفلوس اللي هتخش لكم برزنتيشن الفتره الجايه كمان ان شاء الله باذن الله هتكون مختلفه. عارف ان ده يعني بيبقى دايما حمل، ولكن انا بخاطب الرعاه، عايزين مكسب، عايزين انجاز، عايزين كوره حلوه، لازم يبقى في رعاه لان الكوره صناعه. بالظبط، وانا وافقك وبضم صوتي لصوتك يا سيف. ان شاء الله باذن الله متوقع ان شاء الله
الاسلام اليمينيين دول دور الرعاه الرئيسيين كمان للمنتخب ان هم يتفاعلوا معانا في المبادره دي، وان احنا نقدر نطلع اكثر من طياره ان شاء الله بالاضافه لطياره البرزنتيشن وطياره المتحد. مبروك النهارده، يعني مؤتمر رائع جدا للاستادات. الله يبارك فيك يا سيف، والله يعني احنا فعلا كنا سعداء النهارده في المؤتمر، لان احنا فعلا حسينا ان احنا ضفنا حاجه لسوق الاستثمار الرياضي في مصر. يعني الحقيقه انتم ماشيين بشكل رائع جدا جدا جدا، واعتقد ان شاء الله يعني بالكوادر اللي موجوده معاكم اللي جاي افضل، وثقتنا كبيره فيكم، ودايما الحقيقه بعتز بوجودك يعني كادر شاب محترم. انا متشكر ليك جدا يا سيف على كلامك الرائع بصراحه، والحمد لله احنا ما كناش هنوصل للي احنا وصلنا له ده بدون دعم اللي احنا شايفينه فعلا من الدوله وشركائنا جميعا في سوق الاستثمار الرياضي. النهارده الحمد لله اعلنا عن شراكه كبيره جدا، يمكن اول مره تحصل في تاريخ السوق الرياضي المصري في شراكه ما بين شركه كبيره زي شركه البريد للاستثمار اللي هو الزراعه الاستثماريه هيئه البريد المصري، شركه التأسيس الوطنيه اللي ان شاء الله نشوف اثرها في خلال الفتره القريبه القادمه. يا رب ان شاء الله. سيف كل التوفيق ليك، بشكرك، بشكر كل الرعاة، بشكر برزنتيشن.